يعني انت الحين تباني انا بدل ما ابيع السمك في سوق السمك في مكان واحد، اقوم احوط في البلاد وابيعهم بيت بيت. نعم، هوم ديليفري. هم شو؟ ديليفري ديليفري دليلي 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 ديليفري هوم ديليفري. بعدين ابوي انت لا تقاطعني على كل كلمه والثانيه، مخي ما بيتدفق بالافكار. لا لا، كله ولا مخك عاد يتوقف. لا ارجوك خل مخك يتدفق ابوي، تدفق تدفق في ديتك. زين، شوف هذا التلفون، بننزل فيه تطبيق اسمه السماتش. هذا التطبيق بعدين بنشرعه على تلفونات البلاد كلها. الزبون بيدخل البرنامج بيختار نوع من انواع السمك، صافي، شعري، كنعد، اي نوع. بس يختار ويطلب، بيوصل لك انت تنبيه في التلفون ان البيت الفلاني طلب طلبيه معينه. تضغط انت شو؟ على جوجل ماب. منو ريال؟ هذا مو ريال ابوي، هذا جوجل ماب. جوجل ماب تطبيق للخرائط. بس تضغط عليه تركب سيارتك تصير لين باب بيتهم، تدق الجرس بيطلع لك الريال، تعطيه الطلبيه بيعطيك الفلوس وخلاص. شو يعني انا اللي فهمته الحين؟ يعني ان انت تباني انا طول الوقت احوط في البلاد واوصل السمكان لخلق الله بيت بيت، يعني انا حمالي. ويا الله يهديك، منو قال حمالي الحين؟